اوكي، السلام عليكم، معكم يا عمر وكابتن مات. اليوم معكم فيديو جديد يا جماعة. اليوم يا جماعة عندنا فيديو وابغي اقتراحاتكم، يب اقتراحاتكم بس عشان بنسي سلاسل جديدة. بما ان رمضان بقي عليه 4 ايام في الوقت الحالي، للأسف الشديد كنت ابغي اسوي فلوقات في رمضان، فلوقات يومية، بس للأسف الشديد اللي صار ما كنت متوقع عنه ابدا. ما بنقدر نطلع. فاتوقع اني انا ببدا اسوي فيديوهات يوميه. انتوا اكتبوا شو السلاسل اللي تبغونهم تكون سلاسل جديده في القناه، وايضا اكتبوا سلاسلكم المفضل عشان ننزل منها اكثر. ننهي هالفيديو، اكتبوا هالفيديو بس سويته عشان تكتبون اقتراحاتكم تحت في الكومنتات. خلنا نختم الفيديو، مع السلامة.